المصريون في الخارج دون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وزيرة الهجرة تؤكد على دور المرأة في ممارسة حقها الدستوري وتشيد بمشاركتها الكبيرة في الاستفتاء. رفض روسي أمريكي لمشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة في ليبيا. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يدلي أبناء الجالية المصرية في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوافد المواطنون من أبناء الجالية المصرية في دول السعودية والإمارات والعراق والبحرين على مقار السفارات المصرية. من جانبه قال قنصل مصر في جدة أنه تم تجهيز 13 لجنة لاستقبال المصريين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منوها في تصريحات لإكس نيوز إلى أن هناك إقبالا متزايدا للمصريين بالسعودية على المشاركة في الاستفتاء. أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على دور المرأة المصرية الهام والفاعل في الخارج وقدرتها على قيادة الحشد المصري وإيمانها بدورهن وحقهن الدستوري. وتابعت الوزيرة سير عملية الاستفتاء من غرفة عمليات الوزارة التي تم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال وربطها بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا، كما يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم. وشهدت الساعة الأولى من عملية الاستفتاء إقبالا كثيفا من قبل المرأة المصرية بالخارج والمشاركة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة. وقالت وزارة الهجرة إن المرأة المصرية في مختلف دول العالم حرصت على تقدم الصفوف خلال عملية الاستفتاء في اللجان المختلفة. توافد المصريون في الكويت على السفارة المصرية هناك، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني إن بداية التصويت شهدت توافد عددا كبيرا من الناخبين، متوقعا أن تكون المشاركة كثيفة مثل ما حدث في العام الماضي خلال الانتخابات الرئاسية. يواصل الناخبون التوافد على مقر القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وفي تصريحات لإكس نيوز قال سفير مصر لدى الإمارات شريف البديوي إن هناك إقبالا كبيرا من الجاليات المصرية في الإمارات، وذلك للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، مشيدا بالوعي الكبير والذي يتمتع به أبناء الجاليات للمشاركة في الاستفتاء. انطلقت عملية تصويت المواطنين المصريين المقيمين بالدول الأوروبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية المصرية بمرسيليا أبوابهما لاستقبال أبناء الجالية، كما توافد أبناء الجاليات المصرية بأوروبا على المقار الانتخابية الفرعية في أيرلندا وإيطاليا وأرمينيا وألمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا
كرواتيا والتشيك وإسبانيا والدنمارك. وتستقبل البعثات المصرية للمواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. شارك أبناء الجالية المصرية في ألمانيا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأوضح سفير مصر بألمانيا بدر عبد العاطي أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تسير بشكل جيد. وقال عبد العاطي في تصريحات لإكسترا نيوز أن هناك إقبالا من جانب المصريين في ألمانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين في كل المحافظات إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg للاستعلام عن لجانهم الانتخابية وموقعها ورقم اللجنة الفرعية وكذلك الرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي والمكون من 14 رقما. أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله من منصبه. وأوضح ناطقه الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي أو رأيه، مشيرا إلى أن بيان الخارجية لا يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس الانتقالي. رفضت الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته ألمانيا ودعمته بريطانيا ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. وقال دبلوماسيون أن البعثة الروسية رفضت إلقاء اللوم على الجيش الوطني الليبي في التصاعد الأخير في الأزمة في ليبيا، مؤكدين أن واشنطن رفضت رفضا قاطعا تأييد مشروع البيان الألماني ودعت إلى وصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية في ليبيا. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.